بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بكورس الانفورميشن سيكيورتي. طبعا اليوم راح نشرح الحاله الثانيه من الترانسبوزيشن سايفرز اللي هي رو ترانسبوزيشن سايفر. طبعا حكينا الترانسبوزيشن سايفرز بشكل عام هي عباره عن سبستيتيوشن ميثود او بنسميها بيرميوتيشن ميثود. ايش يعني؟ يعني انه احنا بنغير بس في ترتيب الاحرف بالمسج او بنخربطها، بس ما بنبدلها باحرف ثانيه او بنجيب احرف من برا المسج. التشفير بيكون عبارة بس عن تغيير أماكن المسج، يعني خربطة بس. وبهالطريقة رح نعتمد كتابة المسج على شكل مربع عبارة عن صفوف وأعمدة. رح نكتب المسج صف بصف وبعدين نقرأها عمود بعمود، لكن مع تغيير ترتيب الأعمدة. خلينا نشوف مثال بسيط عشان توضح الأمور. في عندي هون أعطاني البلين تكست اللي هي attack postponed until 2 AM، وأعطاني الكي عبارة عن أرقام 4 3 1 2 5 6 7. شو راح اعمل؟ بدي اشفر المسج هاي. باجي اول اشي بحط الكي زي ما هو 4 3 1 2 5 6 7، تمام؟ هلا حكينا بكتب المسج صف بصف، ببلش اكتب المسج كل حرف تحت رقم من ارقام الكي، بحط A T T A C K B وبنزل سطر بكمل المسج O S T B O N E attack postponed U N T I L تمام. طبعا في النهاية بضل عندي فراغين هون، خليني أوضحها هيك. هون في عندي فراغين. طبعا في ناس ممكن تحب تكملها عشان ما يضل فراغ وتحط اكس واي مثلا او اكس اكس، عادي ما في مشكله، بس احنا راح نتركها فاضيه. طيب وزعت المسج على الكي، كيف هيك انا خلصت من التشفير؟ لا لسه ما خلصت. شو الخطوه اللي بعديها؟ الخطوه اللي بعديها اني ابلش في الترتيب عمود بعمود. يعني في عندي هون رقم واحد باخده اول اشي وبكتب الاحرف اللي تحتي، يعني الاحرف اللي تحت عمود رقم واحد تي تي ان او، بكتبهم اول اشي تي تي ان او، تمام؟ بحطهم كابيتال لترز. بعدين بروح على عمود رقم 2 وبكتب الاحرف اللي تحتي اي بي تي اي. بعدين عمود رقم 3 يعني بالترتيب تي اس يو دبليو، 4 اي او دي تي، 5 سي او اي ام، 6 كي ان ال، و7 بي اي ال. هيك بنكون شفرنا المسج attack postponed until 2 AM كانت البلين تكست، وهاي هي السايفر تكست. هيك بصير نحكي سي ايكوالز او السايفر تكست ايكوال اللي هي المسج بعد التشفير صارت كالتالي. هاي ببساطه هو التشفير باستخدام الرو ترانسبوزيشن سايفر. بكتب الرساله صف بصف وبعدين بقراها عمود في عمود، لكن ما تنسى ترتيب الاعمده لما تيجي ترتبهم حسب الارقام. طيب شو بالنسبة لفك التشفير؟ فك التشفير راح يكون كالتالي. خليني امسح اللي هون، امسح البلين تكست. راح يكون عندي بس السايفر تكست والكي، عفوا هاي السايفر تكست المسج وهي مشفرة والكي. طيب انا راح اجي اعد الاحرف اللي في السايفر تكست، راح يطلع معي 26 حرف، هذول عددهم 26 حرف، والكي كم خانة؟ 7. انا بدي اوزع هاي على الكي، صح؟ فباجي بقسم 26 تقسيم 7 راح يطلع الناتج 3 وفراطة. الفراطة هاي خليها على جنب، يعني راح اوزع المسج على 3 صفوف لانه انا عارف انه عندي 7 اعمدة، والباقي راح يكونوا 5. الخمسة بحطهم في اخر صف اللي هو الصف الرابع، تمام؟ يعني اوضح لكم اياها اكثر. 26 على 7 راح يعطيني 3 اللي هي 21، والباقي راح يضلوا 5. 5 احرف، وين اروح فيهم؟ بحط كمان صف رابع بحط فيه هذول الخمس احرف. كيف بحطهم؟ بحط هون اول حرف وهون ثاني حرف وهون ثالث حرف وهون رابع وهون خامس، يعني راح يضلوا اخر صفين ايش مالهم؟ فيهم نقص. فانا بدي اتذكر انه اخر صفين 6 و7 فيهم بس 3 صفوف مش 4، تمام؟ خلينا نبلش عشان توضح الفكره اكثر. باجي بحط الكي 4 3 1 2 5 6 7. اوكي
كيف راح أبلش توزيع الأحرف؟ أنا حكيت إنه كل صف في 4 أحرف، فباجي بمسك أول 4 أحرف وين بحطهم؟ تحت رقم 1. باجي هون تحت رقم 1 بحط هاي التي وهي التي وهي الان والأو. هاي خلصنا أول 4 أحرف. باجي لـ4 أحرف التانيين بحطهم وين؟ تحت رقم 2 اللي هم A B T و A. هاي 4 أحرف التانيين A B T A. هنعمل سبيس. الـ4 أحرف اللي بعديها T S U W بحطهم تحت الرقم 3. باجي هون T فون S U وال W. طبعا انت لما تكتبها بخط ايدك ما راح تتغلب، بس احنا هون عشان النوت نتغلب شوي. اوكي خلصنا هون. في عندنا كمان 4 أحرف راح احطهم وين؟ تحت الرقم 4 A تحتيها O. كمان شيء بظبطها D و T. هاي راح نرجعها. اوكي هلا ايش ضل عندنا؟ 5 في 4 أحرف برضو. زيح الخمسة شوي. هاي الخمسة في C O I والM. خلصنا لوين؟ لهون. هلا هون حكينا ضل عندي 6 أحرف، شو راح اعمل فيهم؟ اذا بتتذكروا حكيت لكم ما تنسوا انه 6 و7 راح يكون فيهم ناقص، فستة راح احط فيه 3 أحرف و7 3 أحرف، عشان ما حدا يخربط ويحط 4 أحرف بستة ويضل حرفين لـ7. لا، اتذكر من البداية كيف قسمتهم. هي 3 هون و3 هون. نيجي على الـ6 نحط فيها K والN والL، والـ7 برضو نحط فيها الـ B والE والال. حكينا كيف بقرأ المسج. القراءة راح تكون صف بصف، اتاك وبكمل بوست بوند until 2 AM. بكتبها طبعا هون اتاك بوست بوند until 2 AM، وهاي هي المسج. هيك قمنا بفك تشفير السايفر تكست. ممتاز، هيك بنكون شفرنا وفكينا التشفير باستخدام الرو ترانسبوزيشن سايفر اللي بتعتمد على الصفوف والأعمدة. بس في ملاحظة مهمة جدا، انه اذا كان الكي مش احرف، اذا كان الكي عبارة عن كلمة، يعني هون مثلا بدل 4 3 2 1 الى اخره، لو كان معطيني على سبيل المثال كلمة اي تي مثلا. طيب كيف هيك انا بدي ارتب؟ راح اجي احط الكي هون، خلينا انزل هاي شوي، راح احط الكي هون اي تي اي ام. تمام، كيف بدي ارقم الصفوف؟ ما انا بدي اشتغل حسب الترتيب، راح اعملهم حسب ترتيبهم في الالفابت. يعني احنا بنستخدم انجلش الفابت، مين راح يكون اول اشي؟ الاي. فباجي بحط تحت الاي بحط رقم 1. مين بيجي بعد الاي؟ راح يجي الاي. فباجي عند الاي بحط رقم 2، وبعد الاي راح يجي عندنا الاي رقم 3. بعد الاي بالترتيب بيجي الام بحط رقم 4، واخر اشي التي بحط رقم 5. وهيك على اساسه بشتغل، كأنه الكي تحول عندي ل 3 5 2 1 4، وبكمل الحل زي ما حلينا قبل شوي. نفس الاشي، يعني بحط عند اول 4 أحرف عند رقم 3، بعدين 4 أحرف عند 5 2 1 الى اخره، ولما اجي ارتبهم برتبهم 1 2 3 4 5. إذا ما تنسى، إذا كان الكي عبارة عن كلمة مش أرقام، بروح برقمهم حسب ترتيبهم في الألفابت. تمام، ما برقبهم حسب ترتيبهم. في ناس يمكن تتذكر الترقيم هذا، لا مش حسب الأرقام، هاي حسب ترتيبهم زي ما رتبنا هون. مين بيجي أول؟ الاي بعطي رقم 1، بعديه الاي رقم 2، الاي رقم 3، الام 4، والتي 5. إن شاء الله تكون واضحة ومفهومة. إذا استفدت من الشرح اعمل لايك، اذا عندك اي سؤال حطه في كومنت، اذا بتعرف حدا مش فاهم شير له الفيديو، سبسكرايب عشان تشوفوا الاشياء الجديدة. بتمنى لكم التوفيق جميعا.